صراحة الله الهدف ديالي هو ماشي الربح، ماشي الفلوس، ماشي المادة، ولكن الربح اللي بغينا هو ان بنتنا تعلم، بنتنا تهز راسها، بنتنا تعرف تكتب، تعرف تقرا، تعرف تاكل، تعرف تطيب، تعرف دير كل شيء بحال ايها البنات. هذا هو الهدف ديالي صراحة الله من القناة ديال حفصة. تعلمت شحال من حاجة في القناة ديالها، وهذا شي حاجة مهمة لحفصة ولينا كاملين والمجتمع دير معاه. امنوا اذا هذا وفا. حيت حفصة شنو نقول لك واحد القضية ضامن والله. هذاك الشيء اللي كاين سبحانه وتعالى. الحمد لله من نهار درت القناة ولا عندها واحد المورال زوين زوين بزاف. انت لكم الذبيحة. الذبيحة شي بالروج الخروف. وعدينا وعدينا وحق العلي العظيم. تنسلي لكم خروف قد قد الخلا. الله يدخلكم الفردوس الاعلى. شكون هما؟ المتتبعين. يا ربي امين يا ربي. شوف حاجه اخرى. لا 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 لا. شوف والمتتبعين ديالي الاعزاز، قال لكم مول الحكمه قراو لي الفيديوهات ديالي من البدايه حتى النهايه. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم كيف ما حفظ الذكر الحكيم، لا يحشمكم في الدنيا ولا في الاخره، الله يشوف من حالكم. تهلاو لي في قناتي، الله يتهلاو في الجميع، وشكرا لكم، الله يعاونكم ومبروك عواشركم. هامو القرون جاي في الطريق. شكون هو؟ الخروف. يا ربي السلام. الله يعيدنا ويعيدكم بخير وعلى خير. وحصا قالوا الخروف انا هاد العام غاليين محال نعيدو. غادي نعيدكم بقانتي، غادي نتخلص في القناة. غادي نشري لكم الخروف. وانت ما عمرك شديتي التريال وبغيتي تشري لنا الخروف. غادي نعيد، غادي نشري لكم الخروف. ولا غادي نشري لكم كاع البقرة. ياه نعيدو بالبقرة. البقرة. وانت القناة باقي ما نحلم عليكم كاع الحليب. فحصة. باقي ما شديتي فيها الحليب. فحصة فحصة فحصة. باقي ما شديتي التريال وبغيتي تخلصي علينا العيد. غادي نخلصي عليكم ان شاء الله بحول الله. اه وإلا قراو، إلا كيقراو لك الناس كي قلتي ما حيت حصا شنو نقول لك واحد القضية ضامن والله. هذاك الشيء اللي كاين سبحانه وتعالى ضامن والله. ما كذبتيش. إلا بغى الله شي حاجة يكون فيكون. هذاك الشيء اللي كاين. ما كذبتيش أودي حصا. إلا الله بغى، إلا الله بغى سبحانه وتعالى نعيدو. باقي ما شديتي فيها التريال وموت. وشحال من واحد يقول لك واش حفصه تخلص، واش حفصه تشد شي حاجه في القناه ديالها. لا باقي ما كتشد حتى ريال. والله متتبعيني لا باقي ما عمرها شدات فيها شي ريال قسما بالله. لا المشكل اللي كاين هو انه المشاهدات كاينين، ولكن كتلقى الفيديو فيه 8 دقائق ولا 10 دقائق ولا كثار ولا سميتو. ملي كتشوف مدة المشاهدة في المعدل ديالها ديال هذاك الفيديو، واخا تكون عنده 600 واخا تكون عنده 1000 كاع مشاهدة، كتلقى فيه دقيقة دقيقة ونص هي المعدل. واش جاب دقيقة ونص ل 8 و10 دقائق؟ المشكل دابا ما تيقراوش الناس الفيديوهات من كيدخلوا ويخرجوا. عافاكم عافاكم متتبعين ديال حفصة، الله يجازيكم بخير. ما 8 دقائق ما دات منكم ما جابت. الله يجازيكم بخير اللي دخل القناه ديالها اعطاها داك 8 دقائق. الله يرحم لكم الوالدين والله يجعلها لكم في ميزان الحسنات ان شاء الله. المتتبعين ديال حسن نتمنى ان شاء الله تبعوا القناه ديال حسن ان شاء الله يا ربي. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والديك. يا واش بان لك حفصه بغيتي تقول لي شي حاجه يقراو لك؟ واش بغيتي تقول لهم؟ الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات، الله يحفظكم كيف ما حفظ الذكر الحكيم، الله يطول من عمركم. شكرا لكم.
متتبعين دخلوا للقناة ديالهم حفصة الشجاعة. الله يدور تشري لينا الحولي. اييه خصنا نضربوا حنا نطلبوا المتتبعين ديالك. والمتتبعين ديال حفصة راه قالت لينا حفصة اش قالت لينا حفصة؟ تشري لينا الحولي. الله يدخلكم للفردوس الأعلى. شكون هما؟ المتتبعين. يا ربي آمين يا ربي آمين. ولكن حفصة حفصة نعم زعما نيت هاد المتتبعين ديالك داروها لك قد فمك قراو لك الفيديوهات ديال كاملين من البدايه حتى الاخر. شدوا شي فيديو مثلا تيلقوه من الاول حتى يسالي وجاوك الفلوس غتشري لينا الحولي. نشري لكم الذبيحه. الذبيحه تبروج فيكم الخراف. شوف شوف يا حصه يلا وعدينا وعدينا وحق العلي العظيم تنشري لكم خراف قد قد الخلا صح؟ ايه بكرونو بكرونو. شوف المؤمن إذا عهد وفى. ايه المؤمن إذا عهد وفى. شوف أنا راه خلعتني هذيك نشري لكم الذبيحة راه الذبيحة فيها وفيها يا ودي على اللحظة. ايه غادي نشريه. حولي حولي اش كيقول؟ باع واش كيقول؟ باع واش كيقول؟ باع جوج خرفان جوج جوج. يا ربي السلامة. والجوج حولي النيت باه ولا باه ولا باه ولا حيت كاين الحول اللي كيقول باه ما تيقدرش يباه. هذاك هو حولي واقف واقف سمين. وكاين اللي تيقول باه ماشي حولي خروف زعما خروف صغير. غادي نشري جوج خرفان ولا ثلاثه؟ واش جوج خرفان ولا جوج حواله؟ جوج. اشنو هما جوج دجاج؟ جوج خرفان. ها جوج خرفان قادة. اه قادة. اه منين غتشريهم لينا؟ من السوق. لا الفلوس القناة من البنك. الا دخلت الا دخلت المهم هذا الفلوس من القناة باقي ما عندك والو. ايوا الضامن والله قلت لك. اخا مرحبا ضمه والله ونعم بالله القتبان والشراء. انتي اللي غتمشي تشري الحوالي ان شاء الله. الحوايج ديال العيد يوم الحوايج كيشريهم الناس في العيد الصغير. درك الحوالي غادي تمشي للسوق. اه تديه من كرونو. اه قنبه ولا من كرونو؟ واش جبتي الطوموبيل بالقنبه؟ طوموبيل موجوده. جبتي الطوموبيل. ياك ايوا راه كل الخدمه خدمي القناه ديالك. راه وليتي هذا الاخر عجزتي ما تبغيش تصوري الفيديوهات. الا بغيتي تشري لينا الحولي راه خاصك تخدمي القناه ديالك. اللي بغى يشري الحولي خصو يخدم. رجع على كتافو ردوا علينا وقولوا لي الحفصة تخدم القناة ديالها. راه مؤخرا ما تنقول لها ما تصورش فيديو وتقول لك ما فياش عييت وتتقول لك بغات تشري لينا الحولي. ايوا ما نعرف ما نعرف الا كاين شي حاجه اخرى بغات تشري منها الحولي ما نعرف. لا غادي نشري نيت. ماش من القناة من القناة نيت. خلعتيني والله الا خلعتيني. ولكن تعاوني باش تعاوني بالمصروف. كيفاش نعاونك بالمصروف؟ انا نعاونك بالمونتاج، انا نعاونك بالبارتاج، انا نعاونك. شوف 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 اسمعني اسمعني نعاونك نمشي نجيب معاك الحولي نشري معاك نهز معاك نديرو فيديو وتسيري السوق انت. شوف حاجه اخرى. لا 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 شوف نعاونك بحاجه اخرى نجاوب المتتبعين ديالك. انت ما كتعرفيش تكتبي. الله 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 نعاونك نكتب لهم الكومونتير نقول لك شنو قالوا لك وتقولي لي شنو غنكتب لهم. ياك الشيء اللي كندير معاك. امنوا اذا عهد وفى. المؤمن إذا عهد وفى وغادي نوفي بالوعد ديالي. يلا المتتبعين ديال حفصة إلى 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 عزيزة عليكم حفصة وبغيتوها توفي بالوعد ديالها
قراو لي هالفيديوهات ديالها من الاول حتى الاخر باش توفي بالوعد ديالها عنا تشري لبابا وماما هاد العام العيد. ونتمنى ان شاء الله تكون القناه نجحت باش تشري لينا الحولي. لا راه قربت هذيك الدوره خاصها شي شويه خاصها واحد 150 درهم باش توصل هذيك الخلصه اللي كيعطيوها في الاول كاع هذيك شديك شحال 800 درهم ولا ما عرفتش شحال كيعطيوها والله ما عرفت اش كيسميوها الدولار ولا المهم راه شحال من واحد تيسولني في الكومونتيرات وعلى اسميته هاك كانت مباشره يسولوني الناس واش حفصه تخلص من القناه ديالها. شنو كيجيها حفصه في النهار كاع داكشي اللي كدير حفصه دروك اللي حتى لان كيجيها درهم ونص جوج دراهم نهار مزيان ثلاثه دراهم والله الا متتبعين تنتمنى كاع ثلاثه دراهم نهار المخير. شجعوها في القناه ديالها الله يجازيكم بخير باش تطلع ليها القناه ديالها واخا اسميتو راه لي زابوني كاينين ولكن المشاهدات نتمنى منكم تشاهدوا الفيديوهات ديالها ان شاء الله راه ما دارت هذه القناه والا محتاجها الله يجازيكم بخير وبغات تعاون بالدواء ديالها وحصا هكا بغات. انا صراحه الله انا صراحه الله ماشي الهدف ديالي هو انها تجيب الربح ولا تجيب اسميتو لا والله ما كانش الهدف ديالي هو الربح في القناه ديال حفصه. اشنو ربحت انا في القناه ديال حفصه؟ ربحت شي حاجه مهمه بزاف تتعلم وتتحسن تعلمت شحال من حاجه في القناه ديالها وهذا شي حاجه مهمه لحفصه ولينا كاملين والمجتمع ديالها. حفصه الا هزات راسها في المجتمع ديالها راه نفعت المجتمع ديالها ماشي غير حنا وماشي غير راسها. داكشي علاش انا تمنيت الناس اللي عندهم بحال هاد الحالات ديال حفصة يتجاوبوا معنا نتبادلوا معهم تجارب اللي شاف حفصة ولا اللي شاف شي واحد عنده نفس الحالة بحال ديال حفصة يبارطاجي معهم القناة ديال حفصة نفيدوهم يفيدونا. هذا هو الهدف ديالي من القناة من النهار الأول فاش كريينا القناة ديال حفصة. صراحة الله الهدف ديالي هو ماشي الربح ماشي الفلوس ماشي المادة ولكن الربح اللي بغينا هو أن بنتنا تعلم بنتنا تهز راسها بنتنا تعرف تكتب تعرف تقرا تعرف تاكل تعرف تطيب تعرف دير كل شيء بحال ايها البنات. هذا هو الهدف ديالي صراحه الله من القناه ديال حفصه. تيبقى شي حاجه الا جات حاجه من فوق هذاك الشيء ثاني من فضل الله من الخير ان شاء الله. داكشي علاش نتمناو ان شاء الله هذه القناه تكون ناجحه ويكون عندها لا تنضحكوا على الحولي تنضحكوا ونتمناو ان شاء الله يكونوا من وراء القناه الناس متابعين يعني واحد الجمهور كبير اللي كيتبع حفصه وتتفاعل معها لان اي كومونتير المتابعين ديالنا كنقراو لحفصه كيزيد فيها النص. نتمناو ان شاء الله يكونوا من وراء القناه الناس متابعين يعني واحد الجمهور كبير اللي كيتبع حفصه وتتفاعل معها لان اي كومونتير المتابعين ديالنا كنقراو الحفصه كيزيد فيها النص بالفرحه بالجهد بالقوه بالعزيمه غير تقرا لها شي كومونتير زوين حفصه تنوض كلها طاقه ايجابيه تبغي تفرغ في شي حاجه اخرى تعلمها ثاني من جديد. داكشي علاش القناه ديال حفصه تحس بالله حتى هي عندها متابعين تتحسن تدير شي حاجه تتحس براسها راه كدير شي حاجه نيت راه كاينه موجوده في الحياه راه ماشي شي انسان مهمول ولا يعني لحوه الناس ما عندوش قيمته ما عندوش لا حفصه ولات كتحس بانها انسانه موجوده عندها الدور ديالها في الحياه حتى هي كدير شي حاجه كتمشي للكوزينه حتى هي كطيب بحال اختها كتمشي دير اي حاجه. في الوقت اللي كانت واحد الوقيته ما كتهضر مع حد ما كتكلم مع حد اللي يهضر معاه تشوف فيه بعيني هاكو وما تتحملونيش وما كتبغيونيش وجريتو عليا حتى واحد ما كيحملنيش والحمد لله من نهار دارت القناه ولا عندها واحد المورال زوين زوين بزاف المورال وحفظت القران والتشجيعات ديال ما نساوش راه الناس كاينين شجعوا حفصه ومن ورا حفصه حتى هما شجعوهم الله يجازيهم بخير
من أطباء، من أستاذات، من في الجمعيات، بلا ما نذكروا لأن ما نقدرش نذكروا الأسماء ديالهم كاملين، جمعيات، ناس 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 الناس الناس كاع على برا في الزنقه تتلاقى معاهم حفصه وسميتو كيشجعوها كتزيد حفصه كتجي للدار مشجعه تبغي دير شي حاجه كاينين الناس تيشجعوها وكاينين الناس تيحطموها قلال 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 انا ديك ديك لا كاتيجوري ديال الناس اللي كيحطموها قليله ما كنهتمش بها لان كتلقى معدودين على رؤوس الاصابع تيقول لك تيقول لك مثلا واش غادي دير هذيك واش غادي كاع توصل هذيك البنت وانتم حمقين تضيعوا وقتكم تضيعوا ولكن هما قلال ولكن ما تنهتمش بهم هاد الناس هادو ما كنعطيهمش كاع تنعرفش انت السيده انا بعدا والله لا شوف 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 الله يسمحها الله يسمحها ما باقيش تقول لي الاسميه ديال اي واحد ولا حتى شي حاجه ماشي ما بغيت كاع عندك لا صافي ما يهمش ما يهمش ما يهمش ما يهمش اللي كيهمك هو انت بنتك توصلي بها للمستوى لائق هذا هو اللي مهم حفصة عندك شي كلمة زوينة تقولها للمتتبعين ديالك قبل نختمو شجعوني المتتبعين ديالي عافاكم الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات الله يحفظكم كيف ما حفظ الذكر الحكيم شكرا 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 الله يحفظكم كيف ما حفظ الذكر الحكيم الله يطول من عمركم وتصبحوا على خير